بارت أوف آرت، قناة فنية لعرض بعض المعلومات عن الفنانين. من أهم وأبرز الفنانين الذين تركوا بصمات مضيئة في مسيرة الفن التشكيلي الحديث فنان المدرسة التأثيرية بول غوغان. ولد أوجين هنري بول غوغان عام 1848 في باريس لأب فرنسي وأم من ألبيرو، ثم توفي والده في سن 3، فنشأ غوغان في ألبيرو في بيت خاله حتى سن 7، ثم عاد إلى فرنسا حيث تعلم اللغة الفرنسية. في سن 17 هرب غوغان من المدرسة ليعمل في الأكاديمية البحرية كملاح بغرض السفر إلى دول العالم ولمدة 6 سنوات. في سن 23 عاد إلى فرنسا ليعمل في سوق الأوراق المالية سمساراً ليتزوج ابنة أحد الموظفين الكبار وأنجب 5 أطفال. لقد كان غوغان مهتماً بالرسم منذ طفولته ويزور المعارض والصالات التي تعرض لوحات الفنانين. ارتبط غوغان بعلاقة صداقة مع الرسام الفرنسي كامبل بيسارو والذي عرفه على عدد من الرسامين. في عامي 1881-1882 استأجر مرسماً ليبدأ بعرض لوحاته. في سن 35 فاجأ غوغان عائلته بترك عمله للتفرغ للرسم، وفي خلال عام واحد أصبح مفلساً فباع منزله مما أغضب زوجته وكان سبب انفصاله عنها بعد أن فقد 2 من أطفاله. كانت علاقة الصداقة بين غوغان وبيسارو سبباً في تقدم غوغان حتى تمرد عليه بعد فترة مع بعض الفنانين. في عام 1886 تعرض غوغان إلى ضغوطات واضطرابات فغادر إلى كولوني ثم إلى أمريكا الجنوبية حيث التقى بالرسام الهولندي فان جوخ، ثم انتقل إلى جنوب فرنسا مع فان جوخ ليقوم شقيق فان جوخ ثيو بتمويلهما. عاش غوغان وفان جوخ ليعملا معا، وكانت هذه الفترة هي الفترة التي أنتجا فيها أعظم لوحاتهم. بسبب أمزجة الصديقين المختلفة أصيب غوغان بالكآبة وحاول الانتحار بابتلاعه للزرنيخ لكن تم إنقاذه. كانت محاولة انتحاره في عام 1898 بعد أن انتهى من لوحته الأخيرة من أين أتينا، ماذا نحن، إلى أين نحن ذاهبون. كتب غوغان بعد محاولة انتحاره: لقد رأيت العلامة التي رسمها الساحر بإصبعه في الهواء وهو يغادر كوخي، ظن أنني لا أفهم معناها. رسم الساحر في الهواء 3 دوائر متقاطعة وهذا معناه أنني سأموت بعد 3 مواعيد، قد تكون 3 أيام أو 3 أسابيع أو 3 أشهر، أرجح أنني سأموت بعد 3 شهور. وهكذا رحل غوغان بعد 3 أشهر كما تنبأ لنفسه. في عام 2015 بيعت لوحة غوغان متى تتزوجين ب 300 مليون دولار خلال عرضها في مؤسسة بيلاري السويسرية لتكون أغلى لوحة في العالم. وبنهاية المقطع شير سبسكرايب كومنت لترشيح فنانين. Part of art.